إذن هنيئا لمدينة خريب قاليوم بهذا العرس الديمقراطي الذي انتهى بشكل حضاري، حيث أفرز تشكيلة جديدة تشرف على تسيير مدينة خريبكا لمدة 6 سنوات قادمة. هذه الأجواء التي ساهم وشارك فيها المستشارون الجماعيون لمدينة خريبكا، حيث أفرزت تشكيلة من تحالفي حزب التجمع الوطني والأحرار. بهذه المناسبة نهنئ سكان مدينة خريبكا على هذه الثقة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وتطلعاتهم، كما نشكر السلطات المحلية والإقليمية ومصالح البلدية على حسن الإشراف والتسيير الذي رافق هذه الجلسة في أجواء صحية وديمقراطية. مشكور.